جديد من تبويبات الإمام أبي داود. نعيش في هذه الليلة إن شاء الله مع كتاب السنن قراءة وتعليقا. نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن. باب في الغسل للجمعة. قال أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ نعم أحبائي في الله، لننتبه إلى تبويب الإمام أبي داود. باب في الغسل للجمعة، أي هذا باب في بيان حكم الغسل للجمعة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فجماهير أهل العلم أنه مندوب وليس بفرض وليس بواجب، وأنه قربة إلى الله جل في علاه. وذهب قسم من أهل العلم إلى وجوب غسل يوم الجمعة على المستطيع، ورحم الله الإمام الشافعي عندما قال لم أترك غسل الجمعة لا في سفر ولا في حضر. لم أترك غسل الجمعة لا في سفر ولا في حضر. فيوم الجمعة لابد أن تهيئ نفسك أن تغتسل يوم الجمعة، هذا شيء تحرص عليه كل الحرص. أما الراجح في هذين القولين، فالراجح هو قول الجماهير، قول الجماهير بأنه مندوب وسنة وليس بواجب. والمسألة ذيولها تقبل النقاش، لكن هذا هو الراجح، وسنعيش مع سبب الراجح تبعا في هذه الأحاديث. فهنا قال أتحتبسون عن الصلاة؟ ما معنى أتحتبسون عن الصلاة؟ أي تحبسون أنفسكم عن أول وقت الصلاة. ما هو السبب أنك تحبس نفسك عن أول وقت صلاة الجمعة؟ ما المانع أن تذهب مبكرا؟ ماذا عندك من أعذار؟ وخصوصا أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يوم الجمعة يوم إجازة عطلة، لا يوجد عمل، وإذا أردت أن تقول أريد أن أعمل ركز على العمل بعد الجمعة، وهذا هو الأفضل لكي لا نتشبه بالنصارى واليهود. فاليهود عيدهم السبت فأخذوا إجازة، وعيد النصارى الأحد فجعلوه إجازة، وعيد المسلمين الجمعة الأسبوعي. فلا ينبغي أن يكون إجازة للمستطيع. أما إذا كنت موظف أستاذ مدرسة أو إلى غير ذلك من الوظائف فماذا ستفعل؟ تذهب إلى المدرسة في يوم الجمعة لا يوجد أحد، فأنت مضطر أن تأخذ إجازة. أما من يعمل عمل حر فليحرص أن يعمل في يوم الجمعة. وقد ذكر ابن كثير عن بعض السلف قال من باع بعد الجمعة بورك له 70 مرة. فيوم الجمعة يعني ينبغي أن تفهم أنك تنوي العمل فيه لا من باب حب الدنيا، وإنما من باب المخالفة لليهود والنصارى، فهو يوم عمل عند المسلمين. الأمر الآخر فيما يتعلق بقبل الجمعة لك أعذر أن لا تعمل بنية التبكير إلى صلاة الجمعة، بنية التبكير، فبكر ما استطعت. ما بصير يوم الجمعة إذا مع الأذان والإمام بخطب كل هذا يفوت عليك شيء وخير كبير جدا، بل يخشى عليك الإثم لأنك تتأخر. الأذان يؤذن والإمام يخطب وأنت جالس، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟
فهذا ما حصل. عمر، ما الذي يؤخركم عن صلاة الجمعة أن تبكروا؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أنت تجد من نفسك تكتفي بالوضوء؟ هذا حجة من قال بالوجوب، هذا فعل عمر رضي الله عنه على المنبر، احتج به من قال بالوجوب ومن قال بالندب. من قال بالوجوب قال: لا يمكن للفاروق أن ينكر على عثمان رضي الله عنه أمام الناس على شيء مندوب، فلا بد أن يكون شيئا واجبا. وأجاب الجمهور قالوا: لا، لو كان هذا الشيء واجب لا بين عمر رضي الله عنه شيئا مما يدل على الإثم أو المعصية، وخصوصا أن الذي تأخر هو من المبشرين بالجنة، فهذا في حقه تطبيق السنن آكد من غيره. فالحديث يحتمل هذا والأثر يحتمل هذا وهذا. ثم قال عمر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. واللام هنا عند أهل اللغة لام إيش؟ الأمر. لام الأمر. وعند الأصوليين يقولون الأصل في الأمر المجرد عن القرائن أنه يفيد الوجوب، فاحتجوا قالوا: إذن هذا يفيد الوجوب ليغتسل. ولكن أجاب الجمهور أن نعم الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة، وعندنا قرينة. قالوا: ما القرينة؟ قال: ستأتي. نسمع الآن. أيوة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، محتلم، ما معنى محتلم؟ يعني جامع. جامع، لا يا ابني، بلغ الحلم. نعم، بلغ سن الحلم. جامع، هذا الجمعة ولا غير جمعة مطالب بالاغتسال يا أستاذي؟ أما هنا بمعنى بالغ. وأيضا عندما تأتي أحاديث المرأة الحائض ليس المقصود فيها المرأة التي عليها الدورة، إن الله لا يقبل من امرأة حائض الصلاة إلا في خمار سابغ. إيش يعني مرأة حائض؟ هي المرأة الحائض تصلي؟ لا، المقصود البالغة. وهنا أيضا، إذا هنا محتلم أي بالغ. طب واجب، إذن هذا الأصل فيه ينهي الخلاف بين الفقهاء، واجب. فمن قال بالوجوب قال: نعم، هذا من أدلتنا على وجوب غسل يوم الجمعة. ومن قال بعدم الوجوب ماذا فسر معنى واجب هنا؟ واجب على، واجب فسره بمعنى مؤكد، أن هذا شيء واجب مؤكد. فإذا هذه الأحاديث لغاية الآن تقوي مذهب من يقول بالوجوب. نسمع الحديث التالي. نعم. عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. رواح، ما معنى رواح؟ ذهب. على كل محتلم الذهاب للجمعة. طيب محتلم ولا لما قال يعني رواح الجمعة؟ هنا قالوا الرواح يطلق على التبكير، فعلى كل محتلم الذهاب مبكرا إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة إيش؟ الغسل. فقال الآن، بدأ الجمهور يجيبون، قالوا: هذا دلالة الاقتران، أن الشرع قرن بين المندوب وهو المجيء إلى الجمعة مبكرا، وبين الذهاب، وبين الاغتسال. فقالوا الجمهور: هذا من أدلتنا على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. يا جماعة، السلف لم يميزوا بين السنة المؤكدة والواجب، كانوا يسارعون مباشرة إلى تطبيقها. نعم.